المجرم كينوض يدير الفعلة ديالو، كيهز التليفون باش يوثق العمل البطولي اللي كيدافعوا على الفعلة اللي دارها هاد السيد. انا راه ما كنشجع لا الباس قصير ولا شيء، يعني كل وحدة مكلف بها ولي الامر ديالها ولي جوج ديال التوضيحات بخصوص على الواقعه ديال طنجه. اول توضيح عنده علاقه بمصوري الجرائم، ما تنتكلمش انا على الناس اللي تتوثق الجريمه بالصدفه وكتكون دليل ادانه ضد المجرم، كنتكلم على هذه الظاهره اللي ولات مؤخرا متفشيه ديال واحد المجرم كينوض يدير الفعله ديالو والكليكه اللي معاه ولا واحد من صحابه كيهز التليفون باش يوثق العمل البطولي. هادو بجوج ولا اكثر من جوج شحال ما كانوا خاصهم يترباو الحبس الحبس. هذه من جهه، من جهه واحده اخرى هاد الناس اللي في التعليقات كيدافعوا على الفعله اللي دارها هاد السيد بدعوى انها هي اللي تستحق لان كانت لابسه واحد اللباس، وبدعوى انه خاصهم يتعاقبوا بجوج لانهم بجوجهم غلطوا. واش من نيتكم؟ واش من نيتكم؟ السلام عليكم. واش شريفات واش شرفه، الله يرحم لكم الوالدين. حاولوا تفهموا واحد حاجه، انا راه ما كنشجع لا الباس قصير ولا حتى شي حاجه، ماشي شغلي انا اللي مكلف. مكلف بنتي اللي هي بنتي، وعندي ربما فرصه انني نهضر مع اختي مثلا ملي كانت صغيره ولا شي حاجه. راه كل بنت عندها ولي الامر ديالها، ولي الامر ملي كتجي تزوج العدول ما كيقولكش فينا هو سعيد ولا رشيد ولا ولد الدرب ولا ولد خالتها، فينا هو ولي الامر ديالها. يعني كل وحده مكلف بها ولي الامر ديالها، ولي الامر ديالها هو الامر والناهي، ويقول لها شنو خاص دير، ويحاول من يربيها يشرح ليها الدين ويشرح ليها الاداب والاخلاق. اما انت اخي المواطن في الشارع ولا في لي كومونتير ما عندكش علاقه بها، يا ودي بعدو من عباد الله، ربي راه هو اللي غيحاكمنا في الاخر. ولي الامر ديال البنت هو اللي مكلف بها، انت ربي بنتك وشوف مع اختك الا غتناقش معها وتذكر معها، وشوف الا غادي يكون عندكم موضوع في العائله تناقشوا فيه هذه الامور، ما كاين حتى شي مشكل. بنات الناس بعدوا عليهم وبركه ما تشفاو فيهم، وبركه من كل واحد يخرج لنا مناظره ديالو بوحده كيهضر فيها. وعباد الله راه وحده غادا تلبس اللبسات في الزنقه فاش ضراتك انت، ما ضراتك في والو غير ضرك خاطرك، تقول لا حول ولا قوه الا بالله. مثلا ما قاستكش، ما تعدتش عليك، ما داتك حتى شي حاجه من الحقوق ديك، ودخل سوق راسك. ربي لنا انت بنتك مزيان، وربي لنا خوتك مزيان، الا كنت انت واخوهم كبير عاون باك امك عليهم، وغتكون درتي واحد التغيير كبير في الحياه. تحمقونا. ملي شرحت لكم عاودت لكم ليستوار ديالي ملي بغيت نشد البيرمي وكيفاش حتى تعلمت نسوق، دونك خليكم معايا في ليستوري الماجيه غادي نشرح لكم كل شيء ونوريكم اي حاجه دزت منها. الوغ بالنسبه لرخصه السياقه بصراحه انا كنت واخداها تحدي بيني وبين راسي، سورتو فاش كنت كنشوف هكا دي فيديو بنات كيسوقوا تيمشيو بلا فيتيز، يعني فريمون تيكون واحد الاحساس زوين فاش كتكون عندك طوموبيلتك وكتسوقي بوحدك، تقدري تسافري تقدري بزاف د الحاجات. دونك انا خديتها تحدي بصراحه وقلت ضروري خاصني ناخذ البيرمي، اون فوا قفلت 18 عام خاصني يكون عندي البيرمي تكون عندي طوموبيلتي. ف مشيت ديك الساعه بقات لي 3 شهور هكا كون قفلت 18 عام، كانت مازال عندي 17 عام، مشيت لوطو ايكول فوالا قلت لهم فوالا انا راه مازال ما كملتش 18 عام، مي باقا لي واحد 3 شهور هكا كون كملت 18 عام. قال لي يعني يا با سوسي تقدري يعني تحفظي معنا الكود تعلمي تسوقي على بين ما تشدي 18 عام ودوزي الامتحان ديالك. داكشي اللي درت مشيت تنحفظ الكود، يعني كنمشي شاك جوغ في الصباح وفي العشيه، الصباح كنحفظ الكود في العشيه تندير السوقان. ومن كثرة الحماس ديالي ومن كثرة انني كنت متحمسه وقعت واحد كما قلت لكم قد ما كنت متحمسه وقد ما كنت ثايقه كنت في اوتو ايكول كنت كنحفظ غير في الكلاس، يعني في السلسله اللي كانوا تيحطوا، يعني ما كنتش يعني جاهزه للامتحان. فمشيت دوزت ومالوريزمون سقطت فيه. فاش قالتها لي ديك البنت اللي تما تصدمت، قلت اويلي انا ما كنتش كنعس بالحفاظه وكذا علاش وهادي. قلت عطوني 15 يوم باش نعاود ندوز هذا الكود مره اخرى. فمشيت كنحفظ، يعني ما كانش عندي مشكل في السوغان، كان عندي مشكل غير في هذا في لو كود. حفظت مزيان، جلست في البوست شاك جوغ، والحمد لله نهار مشيت ندوز الامتحان جبت فيه 37 الحمد لله. كانت فرحه كبيره بزاف سورتو داك المجهود اللي درت وهذا ما مشاليش هكاك. دونك عطوني عاوتاني من ورا 15 يوم
ف نسيت كاع شنو كنت نقول لكم. في 2018 قبل كان الكود يعني كيكون في نهار واحد هو السوغان، مي في 2018 انا دوزت ما بين السوغان والكود 15 يوم. فجا نهار الحاسم، نهار السوغان اخر حاجه اخر مرحله، فانا كانت عندي فرصه واحده، يعني الا سقطت في السوغان غادي نعاود بيرمي من جديد وكل شيء غيتضرب ليا في الزيرو. وقلت والله ما نجح في السوغان لا عاودت البيرمي، ما عندي ما ندير بيه. مسكينه مشات معايا ماما كدعي معايا وكتقولي شوفي كوني شجاعه وما تخافيش وكذا. الحمد لله دازت ستاسيونمون بخير، الكراج حتى هو الدوره الشرفيه تاعي دازت مزيانه. وفي الاخر فاش عطاوني داك ديك لاكارت، يا سلام، عاوتاني واحد الاحساس واعر، قلت اخيرا انت انا غادي نسوق. فكما قلت لكم صافي فاش كتاخذوا البيرمي كدوزوا عام ولا عامين صافي كيطلع لكم في راسكم، ما كيبقاش عندكم داك الحماس ديال السوقان. باغ اكزومبل انا دابا ما بقيتش كنسوق راكم عارفين. دونك اي بنت ما عندهاش امكانيه انها تاخذ البيرمي الله يسهل عليك، واي حاجه كتجي في وقتها مزيانه، وما شاء الله الله ييسر اموركم كاملين ويحقق احلامكم كاملين. اما بالنسبه للسوقان دارنا انا ما كانوش كيتيقوا فيا، ما كانوش كيبغيو يعطوني، كما قلت لكم مع الاسف دارنا ما كانوش كيبغيو يعطوني الطوموبيل، مع انه كنت كنقول لهم اودي راني كنعرف نسوق. فالحمد لله يعني كنت مره كنخرج مع خويا ولا مع اختي ولا مع ماما، يعني كنت تعلمت شويه بشويه. مي واخا هكاك كانوا كيخافوا عليا بزاف، يعني تيقولوا لي لا ما تخرجيش بوحدك. فواحد النهار كان رمضان فقلت لهم دابا هادو امتى غادي تيقوا فيا، امتى غادي يمنحوني الثقه، فانا خاصني نبين ليهم او بالاحرى خاصني ندير شرا يدي. كان رمضان ديال 2018 هزيت صورتي ديال الطوموبيل، هبطت لتحت صوير الطوموبيل ديال خويا احمد، ديمارت الطوموبيل مشيت ضربت دويره في الشارع ورجعت ونعيط على اختي. قلت لها اسماء طلعت لي من الشارج، عندي لك واحد المفاجاه، طلعت وتلقاني راكبه في الطوموبيل تشوفيني كيفاش غادي نمشي حتى للراس ديال الشارع وغنعاود نرجع زعما باش نبين لي انني تنعرف نسوق. ما كنتش عارفه ان السوقان راه هو الطريق، والطريق فيها الزحام سورتو في كازا، السوقان فيها صعيب بزاف. راه والله ما كنتي سواقه لا سكتي في كازا، السوقان واعر بزاف والدنيا عامره، القوي يدوز. الحمد لله يعني بقيت شويه بشويه تتعلم. فالحمد لله يعني انا كنسوق بالعقل، وبغيتكم حتى نتوما تسوقوا بالعقل، يعني موت وحده اللي كاينه بالحق الانسان دائما يرد باله، والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. تردي البال للمرايات وتنتبهي لي فيتيس لي سينيال، وتكوني شجاعه وتكوني زعيمه باش يلاه يلاه تقدري تحكمي في الفولون. واي بنت مقبله على الامتحان الله يسهل عليك، واي بنت كتفكر انها دير البيرمي غير ديروه راه ساهل بزاف، خاصك غير تركزي. اما بالنسبه للبنات اللي مقبلين على الامتحان ردوا البال، ضروري انكم تجلسوا في لو بوست باش تهيئوا راسكم الامتحان وتحفظوا كاع السلسلات، ماشي تحفظوا التصاور، تعرفوا المعلومات الاشارات والمعلومات كاملين. والله يسهل على كل واحده ان شاء الله يا ربي.